السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا الذي نقرأ فيها الصحف المغربية الصادرة اليوم، ونبدأ قراءتها من الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. في الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على العموم تحدثت كلها في موضوع يتعلق بالصحة العمومية وهو الكوليرا. صحيفة الخبر في صفحتها الأولى قالت: رعب بسبب الكوليرا، استنفار لمحاصرة مرض العصور الغابرة. في موضوع آخر كتبت صحيفة الخبر عن توزيع أكثر من 12 ألف محل قريبا تابعة لعدل والترقوي العمومي ودواوين الترقية والتسيير العقاري. قالت صحيفة الخبر أيضا أن التنظيم حل نفسه إراديا قبل 8 شهور، ويحيى يرفض اعتماد نقابة منتدى علي حداد. في صحيفة الشروق نقرأ عن موضوع الكوليرا التي وصفته بأنه غير نمط حياة الجزائريين. شركة سيال تقول صحيفة الشروق اليومي: لسنا مسؤولين عن نظافة سهارجكم. ثاني وفاة، ارتفاع الحالات المشتبه فيها إلى 89 حالة بالبليدة. طبعا الشروق الصادرة اليوم هي تتحدث عن رقم الأمس. عنوان آخر في الصفحة الأولى لصحيفة الشروق وأيضا مفصل في صفحاتها الداخلية يتعلق بالسفر من الحدود الشرقية إلى الغربية، والذي سيكون بتكلفة 1824 دينار للجزائريين مع بداية استغلال الطريق السيار للدفع. وقالت أن ذلك سينطلق رسميا في شهر نوفمبر المقبل. هذه تفاصيل الدفع لاستغلال الطريق السيار: 55 محطة دفع و 1289 كاميرا ونظام الرصد الجوي للتكفل بالسائقين. هذه كلها عناوين في صحيفة الشروق اليومي. في صحيفة المشوار السياسي: وباء الكوليرا يرعب الجزائريين، وهو الموضوع الذي قلت أن جميع الصحف الجزائرية تناولته بالتفصيل وفي صفحاتها الأولى. وقالت صحيفة المشوار السياسي أنه بعد الإعلان عن حالة وفاة بالبليدة و41 إصابة ب4 ولايات، وزارة الموارد المائية تؤكد سلامة ماء الحنفيات، ووزارة الصحة تقول أن الإصابات بالكوليرا معزولة والوضع تحت السيطرة، والجزائريون يتهافتون من جهة أخرى على المياه المعدنية. الفريق قايد صالح يؤكد من البليدة التداول على المناصب تقليد راسخ في الجيش. وهذا للحديث عن التغييرات التي حدثت هذا الأسبوع في أعلى هرم الجيش وعلى مستوى قادة النواحي. بن غبري تضبط الرتوشات الأخيرة للدخول المدرسي. في موضع آخر تقول فيه المشوار السياسي أنها دعت لتحيين النصوص والتشريعية لقطاعها. صحيفة أخبار اليوم لم تستثني أيضا الحديث عن الكوليرا، ووصفتها بأنها ترعب الجزائريين، وأن حملات تحسيسية للوقاية من المرض القاتل قد ابتدأت. هذه قواعد التداول على المناصب في الجيش، عنوان آخر اختارته صحيفة أخبار اليوم للحديث عن على لسان قايد صالح الذي نصب القائد الجديد للناحية العسكرية الأولى. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية وفي صحيفة لوسوار دالجيري: قلق عام، رعب عام، هو الوصف الذي اختارته صحيفة لوسوار دالجيري للحديث أقول عن موضوع الكوليرا. وقالت أن الوهرانيين يتساءلون هل ماء الحنفيات يسبب الكوليرا أم لا. في هذه إذن أهم ملفات الصحافة ومواضيعها الصادرة في الجزائر اليوم، والتي لاحظتم مشاهدين في كل مكان أنها تطرقت في مجملها وفي صفحاتها الأولى لموضوع الكوليرا. هذا الموضوع الذي نأسف أن يكون، ويأسف الجزائريون كثيرا أن تكون صحافتهم تحمل هذا الموضوع في سنة 2018، وهو مرض يعود إلى العصور الغابرة مثل ما وصفته الجرائد الصادرة اليوم. ينضم إلينا من الجزائر في هذا الصدد الصحفي بن عامر غول، حفناوي بن عامر غول، مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. قرأت الأكيد الصحف اليوم وأشارت في معظمها إلى موضوع الكوليرا. كيف تقرأ هذه العناوين؟ رعب بسبب الكوليرا، الكوليرا تغير نمط حياة الجزائريين، التهم والتهم المتبادلة، وكيف تقرأ هذه الأخبار؟
شكرا زميلنا المحترم عبد السميع، تحيه لك ولكل الطاقم المغاربيه، وعيد مبارك سعيد لكم ولكل المسلمين في ارجاء المعموره. والله من خلال قراءتك الاوليه لعناوين الصحف، والله ارعبتني، وكان الجزائر من خلال هذه الاحوال مقبله على حرب، او كان هناك امر ما يجري في الجزائر، رغم اننا مثلا لو كانت مثلا عندنا دوله وعندنا مؤسسات، هذه الاخبار جد عاديه، لاننا تعاملنا معها في السابق، كنا صحفيين وكنا مسؤولين جرائد وحتى قنوات، ولكن هذا الكم الهائل من العناوين ان صح التعبير العناوين المخيفه جعلني اؤكد بان اجزم بان الجزائر مقبله على حرب. هذه الدوله التي تدعى الجزائر ان يصل بها الوضع لما هو في هذه العناوين في سنة 2018، والله كارثة كبيرة، لأن يعني الدولة الاستاتية وصف مسؤوليها بأنها مثل السويد أو مثل الدنمارك أو مثل ذا، ما هو مسؤول مع الباستور يخرج لنا خرجة كبيرة ويكذب كل التصريحات وكل الوصفات التي أطلقها المسؤولين على الجزائر، لأننا مثل الحمد لله مثل النيجر ومثل مالي ومثل تشاد وهذا هو المستوى تاع الدولة الحقيقي، إذا ما هيش معناها ممكن لو كان نشوفوا مثلا مالي والنيجر نوجدوا حتى أن هذه الدول خير أحسن وضعا من الجزائر. طيب حفناوي بن عامر غول، طيب حفناوي بن عامر غول أنعم الله عليك، كيف تقرأ أنت كنت تقارن بين تصريحات مسؤولين وصفوا الجزائر بأنها أفضل من السويد ومن ألمانيا، مسؤولون آخرون في ذات الدولة وصفوا الجزائر بأن الكوليرا موجودة أيضا في اليمن والذي يعيش حربا ضروسا في تشاد وفي النيجر، وهي دول لا تقارن بإمكانات الجزائر المالية وحتى البشرية. يتحدث الجميع، والله يتحدث، أنا دائما أعيد نفس الموضوع في قضية التصريحات التي يصدرها المسؤولين من حين البيئة، بغياب المؤسسات الرسمية، بغياب ناطق رسمي لكل مؤسسة. إذا كان عندنا مؤسسة رئاسة من المفروض يكون عندنا ناطق رسمي، إذا كان عندنا الحكومة مثلا تاع كما راها حكومة العالم يعود عندنا ناطق رسمي باسم الحكومة، إذا كان وزارات مثلا وزارة الصحة. أما أن هذا دائما نطلق هذه التصريحات العشوائية اعتباطيا هكذا، فهذا هو هذا هو الموضوع الذي اضعف الدوله واضعف مؤسستها. اذا كان في 2018 ورانا نعيش في الامراض، وهذه الامراض اللي انتشرت ما عادش حتى كاينه في دول اللي راهي فيها الحروب وفيها الاوبئه وفيها كذا. طيب هذا من خلال الاستماع الى ما تقول، هناك انت تشير الى ان هناك فشل ما في مكان ما، في سلطة ما، في جهة ما. والله شنو هي قضية الماء هذا؟ هذا الماء هو لب الموضوع، في سلطة ما، في وراه السلطة، وراه المؤسسات، وراه الحكومة، وراه الوزراء، وراه المدراء، وراه المسؤولين، كل مسؤول على قطاعه. وهذا الوضع هذا الذي أوصلنا إلى، نعطيك مثال، هذا الأوبئة تاع الكوليرا، هذا الوباء تاع الكوليرا اللي راه ظهر مؤخرا، وين ظهر؟ صار في مدن تاع الشمال، اللي من المفروض انه من المستحيلات السبع ان الكوليرا تظهر في العاصمه وفي البلاد وفي المدينه، لان هذا نقدر نقول بانها مؤممه او مؤمنه. في السابق منذ سنتين او ثلاثه يتم منح درع مانيش عارف اللي يوالي العاصمه سوخ، رغم ان الاوبئه او الكوارث اللي تجد في العاصمه ما تجدهاش حتى في ورقلاء او في جلفاء او في تيارس، هذه المدن الداخليه او المدن الجنوبيه البعيده عن انظار السلطه. هذه القضيه نتاع هذه التكريمات ونتاع اسناد المسؤوليه عشوائيا لاي واحد نتاع الاحباب ونتاع الجهويه ونتاع حكلك هذه السلطه هذه من المفروض ان كل واحد مسؤول على قطاعه، كل واحد مسؤول على المشكل اللي راه فيه. احنا قضيه طيب. المعالجه نتاع الكوليرا او معالجه ومشاكل واحده اخرى ما يقدروش، لان ما عندناش مثلا نظره استشرافيه او نظره مستقبليه او مؤسسات اللي مثلا تدير دراسات. طيب هناك بعيدة المدى حول مثلا اي مرض او حول مشاكل. طيب ما عندناش هذه الامور، احنا وليده اللحظه. اليوم كاين الكوليرا، كيفاش ندوها؟
هكذا تستهلك اعلاميا، تولي في الجرائد، تولي في الفيسبوك، وتولي عند الناس كامل، ومن بعد نهارين ولا ثلاثه بلا ما يعالجوا المشكل ينساوها ويخرج لنا مشكل واحد اخر. هذا بين قوسين اذا كان هذه قضيه صح حكايه الكوليرا، اذا ما كانش قضيه ممتعله باش ينسوا الناس واش راه صاير في المؤسسات نتاع الجمهوريه ونتاع الصراع على السلطه والترتيبات التي تسبق الانتخابات المقبله، بالاضافه الى واحد الامور انا شفناها مثلا انتهاء هذه فرنسا دائما كما قال الشاعر اعادي فرنسا ما حييت فان اموت اوصي احبائي يعادونها بعدي. هذه اذا كان مش قضيه مفتعله، لان لاحظنا اليوم وشفنا بعض المعلومات تؤكد على ان مؤسسه السيال هذه التي تهتم بالمياه العقد نتاعها انتهى، كان ممكن مشي يعني راه دارت لها المرض بالعاني باش يجدوا العقد. طيب فرنسا دائما طيب طيب هذه القراءات، هذه حفناوي بن عامر غول، هذه القراءات وغيرها كثيرا لا مجال بالنسبه للتلفزيون او الى اي وسيله اعلاميه اخرى لتوجيه التهم جزافا، وانما الامر يتعلق بقراءات بتصورات. هذا ليس ربما المشكل الوحيد والملف الوحيد الذي اشارت اليه الصحف الصادرة اليوم، وإنما يتعلق أيضا بملف آخر وهو تفاصيل الدفع لاستغلال الطريق السيار. يعني المواطن المسافر من الشرق إلى الغرب عبر الطريق السيار سيكون مجبرا على دفع أموال إضافية تتعلق بحق الاستخدام هذا الطريق السيار، وستكون تكلفته تقارب 2000 دينار جزائري. كيف قرأت هذا الخبر؟ بما يخص قضية طريق السيارة احنا رانا شفنا كيفاش بدا كيفاش تطور وكيفاش وصل لهذه المرحلة من خلال زيادة في المصاريف والاستهلاك اللي أخذته الملايير. إذا كان مثلا انطلق 15 اليوم راه ب 40 مليار، وكاينة حاجة لازمنا نتفاهموا عليها ونكونوا واقعيين، ما عندناش طريق سيارة، ما كانش طريق سيارة بالمفهوم الدولي اللي نشوفوا به، ما كانش. إذا كان طريق السيارة اللي راهم يقولوا عليه واللي راهم خدموا حداد وخدموا هذه الجماعة خدمتوا هذه المافيا تاع المؤسسات والشركات، هذا ماهوش طريق سيار. ما شفنا احنا رانا نسافروا ورانا نشوفوا، وانت راك مرات تجي للعاصمه للجمهوريه الجزائريه وراك تشوف حتى قضيه الطرق، ما عندناش طريق سيار بالمفهوم تاع طريق سيار. اما باش يجيونا حاجه واحده اخرى واعباء ودفع ومصاريف واستهلاك واحد اخر يزيدوه المواطن هذا المسكين، هذا المواطن هذا خلاص الدوله رانا شفناها نهايه الدوله ما هو زياده الاعباء والضريبة على المواطن، ورانا شفنا الضرائب راهي ولات في كلش، ولا المواطن هذا درك مسوها في جيبه بالكرامة يا اخي راهم مرمدوا بها الارض، اما قضية يمسوه في جيبه راهم خلاص، راه ما لحق لحتى حية، كاين حتى بلاك رانا نشوفوا قضية وهذه نقطة مهمة، رانا مقبلين على الدخول المدرسي المقبل، قضية التشرب المدرسي كاينة في 2019 2018 2019 الموسم القادم، ممكن كاينة ناس اللي مش رايحة تلحق وليداتها ضغط لانها ما لحقتش، يروحوا يزيدوا حاجه واحده اخرى، يقول لك هذا المواطن نزيدوا له ونديروا له راه ساكت، ولكنني انا نشوف في هذه الكره تاع تلفزيون راهي تكبر، وهذه الهدوء الذي يسبق العاصفه ويزعزع الكراسي نتاع هذ الناس اللي راهم ماهمش يخموا على الشعب وانما يخموا على مصالحهم. طيب وماهمش دارين حتى حاجه، ماهمش دارين حسابهم، ماهمش عارفين الشعب وين راه رايح، ماهمش عارفين وين راهم هم مادين الدوله في ظل هذا الفساد وهذه الضرائب والاعباء اللي راهم يشتوا بها. طيب شكرا حفناوي بن عامر غول، قرات معنا جديد الصحف الجزائريه الصادره اليوم وناقشت معنا ملفاتها، الى اللقاء. نقرا ايضا جديد الصحف التونسيه مع مراسلنا من تونس غفران الحسيني. غفران مرحبا. مرحبا زميلي عبد السميع، تحيه اليك والى كافه الساده المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق وتحت عنوان المياه تغرق بنزرت. تابعت الصحيفة هطول الأمطار منذ الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة على مختلف معتمديات ولاية بنزرت. أمطار غزيرة تحولت في سرعة قياسية إلى فيضانات وتساقطات طوفانية عزلت بنزرت المدينة عن ضواحيها وأدخلت ارتباكا وشللا تاما في حركة الجولان من وإلى المدينة لساعات. الشروق عبر مكتبها في بنزرت واكبت الحدث، أين أطلق الأهالي نداءات استغاثة للمسؤولين والجهات الجهوية المعنية بضرورة التحرك العاجل لجهر قنوات صرف المياه والإيفاء بالوعود في ظل العزلة التي باتت تعيشها مناطق هامة من الأحياء السكنية منها المطلة بدورها على البحر، ولكنها شهدت سيولا راكدة
وسيولا جرفت عددا من محتويات محلات سكنية وتجارية وأغرقت سيارات في الشوارع الرئيسية للمدينة وأيضا رصيف طارق بن زياد المؤدي بدوره إلى الشاطئ. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة اليوم تحت تساؤل تصدر الصفحة الأولى: ماذا يجري في النهضة اليوم؟ كتبت الصحيفة: أن الحديث عن حركة النهضة يكتسي في تونس أهمية بالغة للعديد من الأسباب، فهي تنظيم تاريخي من فروع الإخوان المسلمين تعود جذوره إلى سبعينات القرن الماضي، وهي أيضا حزب قانوني يضطلع بأعباء الحكم منذ أكتوبر 11 و2000. تابعت الصحيفة أن النهضة لا تشد اليوم عن بقية الكيانات السياسية في تونس بخلاف ما يتواهمه الكثيرون، وذلك من حيث صعوبات العمل وتوحيد الرؤى والمواقف والانسجام في التعبير عنها، ولولا تقنية التقية وطبيعة التنظيم الهرمي والعمودي في الأحزاب السياسية والدينية والأيديولوجية منها بشكل خاص، فإن العراك والشقوق والانشقاقات لا زالت تصير في حركة النهضة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بالتدين والأخلاق، إن ذلك لا يخفي الصراعات الداخلية التي تعيشها الحركة واقترنت بمتغيرات السياسة والقضايا التي تطرح في تونس والمتعلقة بالشأن العام. نختم جولتنا بصحيفة المغرب: بين اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الأعراب، المفاوضات في القطاعين العام والخاص متعثرة في انتظار جلستي الأسبوع القادم. كتبت صحيفة المغرب أن المفاوضات لزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لا تزال قائمة ولكنها متعثرة. فالمفاوضات الأولى التي تم الاتفاق على أن تكون بعنوان 17 و18 و19 و2000 واستكمالها قبل 15 من سبتمبر القادم متعطلة منذ فترة ولا جديد يذكر، ولم يتم إلى حد كتابة هذه الأسطر تحديد الرزنامة ومواعيد اللقاءات والاتفاق على النقاط العالقة في بعض الملفات، باعتبار أنه بعد الاتفاق على كافة هذه المسائل تنطلق مفاوضات الزيادة، إلا أن التعطيل من شأنه أي حول دون التقيد بالمواعيد المحددة، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز التاريخ المنتفق عليه في أشهر بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني. قراءة أيضا في جديد الصحف المغربية مع مراسلنا نبيل عبد اللاوي. نبيل عبد اللاوي مرحبا بك، عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. تأخرت بعد العيد، ربما الكبش كان كبير وطولت فيها نبيل. مرحبا بك زميل عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين. فالصحف المغربية استأنفت الصدور هذا اليوم على اعتبار أن المغرب تأخر يوما في عيد الأضحى عن باقي الدول الإسلامية، ونستهل هذه الجولة بيومية الأحداث المغربية من أجل ضخ دماء جديدة داخل أجهزة الإدارة الترابية، 36 واليا وعاملا ينتظرون أداء القسم، حيث من المنتظر أن يحظى الولاة والعمال الذين شملتهم حركة التعيينات الجديدة باستقبال الملك محمد السادس من أجل أداء القسم بعدما تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين الماضي. وكان بلاغ صادر عن المجلس الوزاري أفاد أنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية. في ذات اليومية دائما جدل الحج، وزارة الأوقاف تعترف، أكدت تأخر الحافلات وسوء التغذية بمنن وانتقدت ترويج فيديوهات قديمة، حيث سجل أحد الحجاج المغاربة مقطع فيديو مدته دقيقتان نقل من خلاله معاناة حوالي 1000 حاج وحاجة مغربي من تأخر عملية نقلهم من عرفات إلى مكة، حيث قضوا أكثر من 3 ساعات في انتظار الحافلات. وزارة الأوقاف دخلت على الخط وقالت بأن هذا الفيديو يعود لسنوات خلت، واعترفت بأن فعلا كان هناك تأخر للحافلات وسوء التغذية بمنى، وانتقدت ترويج هذه الفيديوهات.
نتحول إلى يومية الأخبار. تداعيات حل كتابة الدولة المكلفة بالماء تهدد التحالف الحكومي، حيث علمت الأخبار من مصادر مطلعة أن هيئة الأغلبية الحكومية ستعقد اجتماعا بداية الأسبوع بناء على طلب تقدم به نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة لمناقشة تداعيات قرار حل كتابة الدولة المكلفة بالماء وتحويلها إلى مديرية مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل. وتحدثت مصادر قيادية بحزب التقدم والاشتراكية عن وجود غليان داخل الحزب بعد حل هذه الوزارة التي كانت تشرف عليها كاتبة الدولة شرفات أفلال عضو المكتب السياسي لذات الحزب أي حزب التقدم والاشتراكية. نتحول إلى يومية المساء في ذات الموضوع. إزاحة أفلال من قطاع الماء تهدد بتفجير الأغلبية. بن عبد الله يقول ليومية المساء: العثماني لم يخبرنا بمقترحه، والعلاقة المتوترة بين عماره أي وزير النقل والماء وأفلال معروفة منذ القديم. وتفاصيل ليلة امتزج فيه الفرح بالبكاء من قلب الحسيمة. فبشكل غير متوقع أصدر الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 180 معتقلا من نشطاء حراك الريف في سجون متفرقة، وشمل العفو الذي سبق عيد الأضحى 11 معتقلا من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء ممن تتراوح أحكامهم بين 2 و3 سنوات. وعنوان أخير في ذات اليومية: المجلس الوزاري يحسم الجدل حول مجانية التعليم بالمغرب، وأقر بفرض رسوم على التسجيل بالنسبة للأسر الميسورة ابتداء من الجامعات ثم التعليم الثانوي والتأهيلي في الابتدائي. كان هذا إجمالا زميل عبد الحي بعض العناوين التي صدرت في الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم بعد عطلة عيد الأضحى. شكرا نبيل. قراءة أيضا في جديد الصحف الفرنسية وفي صحيفة لوموند، نقرأ عن موضوع يتعلق بالرئيس وعلاقته باللوبيات. وقالت: ماكرون واللوبيات تحقيق في علاقة معترف بها. لوموند قالت أنه يظهر أن الجهاز التنفيذي بلا عقدة ويظهر علاقاته المتعددة مع ممثلي المصالح التجارية. والكثير من أعضاء الحكومة، تقول الصحيفة، أو المسؤولين وكانوا على مسؤولين على العلاقات العامة ضمن مؤسسات تجارية وصناعية كبرى، ويستقبل بشكل جلي الوزراء وحتى البرلمانيون ممثلي اللوبيات، ويتميز كبار الصناع بمستوى جيد من الاستماع والاستقبال. وحتى وإن كان الرئيس، تقول الصحيفة، لا يستقبل ممثلي اللوبيات في الإليزي مباشرة، إلا أن رسائلهم تصل جيدا بطرق غير مباشرة. وهذه القرابة يمكن، تعلق الصحيفة، أن تكون سببا فيما يسمى بتعارض المصالح. وأدرجت الصحيفة أمثلة وزارتي الثقافة والصحة. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي تناولته صحيفة لوموند اليوم، المتعلق بعلاقة الجهاز التنفيذي الفرنسي باللوبيات. نستطلع أيضا الأخبار ولكن بطريقة الكاريكاتير. انتهى موعدنا، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.